نشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. العثور على حطام من الطائرة المصرية جنوب اليونان. مصر وفرنسا لا تستبعدان أي فرضية، وروسيا ترجح العمل الإرهابي. الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون عدة قرى في غوطة دمشق الشرقية. القوات العراقية تستعيد كامل قضاء الرطبة غرب الأنبار. مفاوضات مكثفة بين الليكود وإسرائيل بيتنا لضم ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية وتسليمه وزارة الأمن. أعلن تلفزيون اليوناني أنه تم العثور على حطام طائرة مصر للطيران جنوبي جزيرة كاربوثوس في جنوب البحر المتوسط. يأتي ذلك بعد تصريحات مصرية وفرنسية وروسية لم تستبعد أن يكون عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة. ساعات قليلة مرت على تحطم الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران حتى بدأت تصريحات الدول المعنية ترجح فرضية العمل الإرهابي. وزير الطيران المصري شريف فتحي قال إن احتمال أن يكون هجوم إرهابي وراء تحطم الطائرة أكثر ترجيحاً من وجود خلل فني. السبب المباشر وراء تحطم الطائرة ما زال مبكراً الحديث عنه، يتابع الوزير المصري مشيراً إلى عدم وجود مخاوف أمنية بشأن ركابها. لا نستبعد الحادث الإرهابي أبداً، يعني احنا ما بنقولش ان ده مش حادث ارهابي ولم نستبعده نهائيا، بس كل ما في الموضوع احنا مش عايزين نعمل زي الناس اللي بتمسك فرضيه صغيره بتبني عليها نظريات. نحو 30 مصريا و15 فرنسيا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في المجال الجوي المصري على بعد 130 ميلا تقريبا من جزيرة كاربوثوس اليونانية. القضاء الفرنسي أعلن فتح تحقيق في الحادث، فيما أصر الرئيس فرانسوا أولاند على عدم استبعاد أو ترجيح أي فرضية. علينا معرفة كل ملابسات ما حصل، لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية. أرغب في وضع كل الإمكانات في تصرف السلطات اليونانية والمصرية لكي نتمكن بالتنسيق معها من إرسال سفن والطائرات لتحديد مكان الحادث أو العثور على حطام يسمح لنا بمعرفة الحقيقة. سقوط الطائرة المصرية والغموض الذي أحاط بالأسباب استدعى مواقف دولية مختلفة. في واشنطن طلب الرئيس باراك أوباما من المسؤولين الأمريكيين تقديم الدعم والمساعدة. أما في موسكو فاعتبر رئيس إدارة الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن عملا إرهابيا وراء الحادث، داعيا الشركاء والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من أجل كشف الفاعلين وملاحقتهم. اليونان التي أعلنت بحريتها العثور على قطع من الطائرة أكدت سلطاتها أن آخر اتصال مع قائد الطائرة المصرية كان قرب جزيرة كيا قبل أن تختفي من على شاشات الرادار. حول هذا الموضوع معي الآن مباشرة من القاهرة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة. سيادة العميد، هل ترى فرضية العمل الإرهابي التي تم الحديث عنها لها ما يدعمها في ظروف الحادثة؟ يعني ربما أتفق مع المقولة المصرية والمقولة الفرنسية الرسمية والحديث حول أن نحن في لحظة مبكرة للغاية حول ترجيح إحدى فرضيات وقوع هذا الحادث. نحن على مسافة ساعات محدودة من حادث كبير له العديد من الملابسات ربما لم يتم الكشف عنها حتى الآن. فرضية العمل الإرهابي هي قائمة وبقوة ولا يوجد ما ينفيها حتى اللحظة. مسألة السقوط المفاجئ ربما تدعم هذه الفرضية أكثر من كونها قد تعرضت لأعطال فنية ربما كانت من المعتاد في مثل هذه الأمور أن يكون هناك تواصلا ما بين قائد الطائرة وبين أبراجا للمراقبة يخطرهم بأنه يتعرض إلى مأزق فني ما يحتاج إلى مساعدة أو إلى دعم بصورة أو بأخرى. هذه المسألة هي ما جعلت فرضية الإرهاب تطل برأسها بقوة من اللحظات الأولى ولا يتم استبعادها. طيب سيادة العميد، كيف سيتم الوصول أو ما هي الوسائل الأمنية العسكرية التي يمكن من خلالها الوصول إلى ترجيح
أي من الفرضيات؟ بداية نحن في انتظار التحقيقات الفرنسية التي بدأت في ساعات مبكرة منذ الإعلان عن اختفاء الطائرة، والتي الآن موجودة في مطار شارل دي جول، تقوم بجمع كافة التحريات وفحص كافة الأطقم الخدمية والملاحية التي تعاملت مع طائرة مصر للطيران قبل إقلاعها. هناك أيضا تعاون مشترك بدأ يصيغ نفسه في الساعات الأولى لعمل تحريات وخلفيات كاملة حول الركاب، خاصة وأن بعضهم مصري الجنسية والآخر فرنسي، وهناك بعض من الجنسيات الأخرى قليلة العدد، لكن النسبة الأكبر هي للعدد المصري والفرنسي. إذن نحن أمام ضرورة الإلمام والإحاطة بكافة خلفيات هؤلاء الأشخاص، هل كان منهم من يشتبه أن يكون متورطا بصورة أو بأخرى. هذه المفاتيح الأمنية أيضا بالإضافة بالطبع إلى المفتاح الأبرز والذي سيعطي الكلمة النهائية، وهو الصندوق الأسود للطائرة. لكن نحن نتحدث عن تحقيقات قضائية بدأت بالفعل في مطار شارل دي جول، وغرفة عمليات مشتركة بالفعل موجودة بالقاهرة تنسق مع الجانب الفرنسي من اللحظات الأولى حول إعطاء خلفيات للركاب وعمل التحريات اللازمة عنهم. ربما إشارة ما تخرج من هذه التحريات تشير إلى اتجاهات التحقيق أو اتجاهات الحصول على أدلة تقربنا من الفرضية الواقعية. طيب سيادة العميد، أخيرا وباختصار، فرضية الحل أو فرضية العمل الإرهابي، ماذا يمكن البناء عليها بالنسبة لمصر، بالنسبة لفرنسا، أيضا بالنسبة للمنطقة بشكل عام، بالنسبة لمصر أولا؟ يعني بالنسبة لمصر طبعا هناك هما أمنيا كبيرا، أن نكون قد انتقلنا إلى أهداف نوعية بدأت التنظيمات الإرهابية تنتهجها، خاصة ونحن على مسافة شهور معدودة من حادث مطار بروكسل، ثم قبل حادث طائرة سيناء. إذن هل دخلت التنظيمات الإرهابية إلى اختيار هذا المجال لتنفيذ عملياتها؟ هذا الهاجس هو هاجس عالمي وليس مصري فقط، لكن مصر تتشارك مع الأطراف الأخرى، أيضا فرنسا هي نتحدث عن مجموعة من الخلايا الإرهابية الموجودة على الأراضي الفرنسية والتي نفذت عمليات عالية المستوى في باريس. هل انتقلت من الأحياء الباريسية إلى المطارات الفرنسية؟ هذه هي من المعادلات التي بالطبع أعتقد أنها تؤرق بقوة الأجهزة الأمنية الفرنسية، وهي من الأسئلة التي يعمل الجهاز الأمني الفرنسي عليها الآن. أشكرك جزيل الشكر العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، كنت معنا مباشرة من القاهرة. إلى سوريا، حيث استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة بياض شبعة في غوطة دمشق الشرقية بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة. وكان الجيش وحلفاؤه قد دخلوا بلدة دير العصافير عند مشارف الغوطة بعد معارك مع المسلحين، كما استعاد السيطرة على بلدتي الزينة وحوش الحمصي قرب مرج السلطان في الغوطة. معي الآن مباشرة من دمشق مديرة مكتب الميادين ديما نصيف، تطلعين على آخر التطورات فيما يتعلق بالعملية العسكرية في الغوطة الشرقية ديما. نعم كمال، يعني عمل التنشيط وتطهير بلدة دير العصافير مستمرة، كانت المصادر العسكرية تستمهل إعلان السيطرة كاملة على دير العصافير، رغم أن مواقع المعارضة والمرصد السوري قد تحدث عن سيطرة كاملة للجيش السوري وحلفائه على البلدة، لكن يبدو بأن هناك لا تزال بعض الجيوب المسلحة التي يتم التعامل معها من أجل يعني إعلان السيطرة بشكل واضح وكامل، كما تم مع البلدات الأخرى التي عددتها في الخبر. طبعا مجمل ما تم السيطرة عليه خلال كامل هذه المعركة هي 10 بلدات من الغوطة الشرقية، من جنوب الغوطة الشرقية، وبالتالي بات الجيش السوري وحلفائه يسيطرون بشكل كامل على القطاع الجنوبي للغوطة. بعد أيضا يعني هذا التقدم أحرزه الجيش طبعا يعني بسبب تواتر أو تسارع العملية العسكرية، إلى جانب طبعا الانسحابات الكبيرة التي كانت في صفوف المسلحين على مر الأيام الماضية بسبب الاقتتال الدائر بين هذه الفصائل، وأيضا كذلك يعني طبعا القتال أصلا بحد ذاته الذي لا يزال يطحن
بهذه الفصائل في حرب تبدو حرب إلغائية لفصائل على حساب أخرى. وطبعا الجيش وحلفائه استفادوا بشكل كبير جدا من ذلك، لأنه لم تعد الفصائل لا قادرة على القيام بهجوم معاكس أو هجوم مضاد، ولا قادرة أيضا على تحشيد قواها أو التحالف مجددا كجبهة واحدة كما كانت هذه الفصائل في مواجهة تقدم الجيش داخل معاقل هذه المجموعات. و طبعا يعني استعادة السيطرة على بلدات مهمة واستراتيجية، وخاصة دير العصافير التي كانت يعني ليس فقط معقل للنصرة، وإنما هي بوابة الغوطة الشرقية من الجهة الجنوبية، وكانت خط دفاع أساسي لهذه المجموعات عن كامل طيب. الغوطة أو معاقلها في المنطقة. ديما تتحدثين الآن عن 10 بلدات دير العصافير لم يعلن بعد السيطرة الكاملة عليها، رغم أن مصادر معارضة تتحدث عن ذلك كما ذكرتي، وأن القطاع الجنوبي أصبح بالكامل تحت سيطرة الجيش. تأثير ذلك على العاصمة وعلى المناطق المحيطة؟ طبعا تأثير مهم جدا، يعني كلما تقدم الجيش في الغوطة الشرقية هو إبعاد للطوق المسلح عن العاصمة، وأيضا إبعاد أي تهديد كان يعني دائما قائما نتيجة إمكانية تسلل هذه المجموعات. تذكر محاولات كثيرة كانت تحاول هذه المجموعات استهداف ربما طريق مطار دمشق الدولي، وأيضا المحاولة التي كانت ولو من منطقة بعيدة نسبيا من دارية أيضا للتسلل إلى داخل العاصمة وتهديد أيضا المحلق الجنوبي. لكن أيضا هذا التقدم يؤمن بشكل أو بآخر محيط مطار دمشق الذي يقع على مقربة من هذه البلدات، وبالتالي أيضا هناك أبعاد لأي خطر ولأي إمكانية لتقدم هذه المجموعات عن مطار دمشق، رغم أنه طبعا منذ وقت طويل جدا لم تتمكن المجموعات من إمكانية تهديد المطار إلا يعني بقصف بعيد أو برمايات بعيدة، ولكن طبعا هذا كان قبل وقت طويل وقبل طبعا أن تدخل هذه المجموعات في صراعها الدامي، وأيضا قبل أن ندخل في الهدنة. يعني طبعا أيضا الهدنة كمال أتاحت للجيش وحلفائه بإمكانية التخطيط لهذه العملية بشكل محكم جدا، وطبعا التخطيط كان سابق أيضا على هذه العملية كما قلنا في نشرات سابقة بأن هذه العملية كان يتم يعني الإعداد والتحضير لها منذ 6 أشهر منذ معركة مرج السلطان، وبالتالي كانت الخطة موضوعة، ويعني استكمل الجيش وحلفائه هذه الخطة رغم الظروف التي أخرت يعني تنفيذها، لكنهم استعادوا يعني تفعيل هذه الجبهة واستعادوا الحرب على هذه الجبهة، وبالتالي هذا التقدم السريع والوتيرة السريعة للعملية. شكرا جزيلا ديما نصيف مديرة مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من دمشق. اتفق وزير الخارجية الروسي والأمريكي على القيام العسكريين الروس والأمريكيين بخطوات لفصل المؤيدين والمعارضين للهدنة في سوريا بشكل أكثر فعالية. وفي اتصال بينهما أعلنت عنه موسكو جرى البحث في خطوات لوقف الدعم الخارجي للإرهابيين الموجودين في سوريا. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت عن قلق موسكو من محاولات إعادة تسمية عدد من المجموعات المتطرفة الناشطة في سوريا، وأشارت زاخاروفا إلى أن وزراء خارجية بلدان مجموعة دعم سوريا لم يبحثوا خطة بديلة للحل في لقاء فيينا، وأضافت أن الحكومة السورية تبذل الجهود لإنجاح برنامج المصالحة. قال نائب وزير الخارجية الروسية جنادي غاتيلوف أن الظروف غير متوفرة للاتصال المباشر بين أطراف المحادثات السورية السورية بسبب عدم توحد المعارضة. وفي موقف روسي آخر لفت نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن العملية السياسية السورية تواجه خطر تجاوز الجدول الزمني المحدد لتنفيذها. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا لفت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يطرح أسئلة عن مصداقية أي محادثات مقبلة للحل، وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف أن السعي جار لاستئناف المحادثات وتحديد موعد لها. نحن نسعى لتحديد موعد جديد لاستئناف المحادثات، ونأمل ألا يكون بعيدا، لأننا نأخذ بعين الاعتبار شهر رمضان المبارك. جميعنا يعلم أنه إذا لم نجد حلا فإن المحادثات لن تجرى، كذلك فإن وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات لا يمكن أن يحدثا ويستمرا إذا لم تنطلق المفاوضات.
تشهد أسواق حلب شمال سوريا ازدحاما بالرغم من كل القصف الذي تتعرض له المدينة، ازدحام يعكس إرادة الحلبيين بالبقاء في مدينتهم ومواجهة كل الضغوط التي طالتهم حتى في لقمة عيشهم. تقرير لطارق علي. أبو أحمد صاحب بسطة لبيع الخضار، ما توفر منها على الأقل وبحسب إمكاناته. الحرب حولت محله في وقت سابق إلى أنقاض مضطره إلى إيجاد حل بديل. أنا زلمي كنت تاجر، بس الظروف ضاقت معنا، ما بعرف نسافر، جينا لهون بلشنا نبيع بالكيلو، بلشنا فتحنا بسطة، بلشنا نبيع بالجميلية عم هنا بهالبراكة ومنشان نعيش. بس قبل التفجيرات، أما بعد التفجيرات هذا المرضني مرض كثير مرض. بسطة أبو أحمد واحدة من مئات البسطات التي انتشرت في أسواق حلب بعد أن فرض واقع الحال حلولا طارئة في مدينة تطارد القذائف فيها أرزاق أهلها يوما بعد يوم. أقبال ضعيف حاليا والله، من أثناء القذائف أصبحت الأقبال المواطنين خوفا، صاروا يخافوا من القذائف، من هالأمور كلها ما عاد فيها داخل الأقبال اللي كان بالسابق. كل الناس اللي هون كانوا أصحاب محلات، بس الأحداث اللي إجت على سوريا وهالهجمة الإرهابية اللي اجتاحت البلد أدت أن كل واحد صفى بشارع، صفينا كلياتنا بحالة فقر تشرد. معظم أنواع الخضار متوفرة في أسواق حلب، ما دام طريق خناصر مفتوحا فلا مشكلة في إيصال كل ما يلزم المدينة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطحين، فالأفران تعمل كالمعتاد والخبز متوفر، ليس هناك ما يعيق الحياة سوى قذائف تكاد لا تتوقف. الخضار وشغل كلها غالي بشكل عام غالي، بس يعني أحسن من قبل، يعني أحسن من قبل بكتير، رغم القذائف ورغم الشغلات بس أحسن بكتير. وقت ما نزل القذائف هون جيراننا توفوا، أكل هون قذيفة وهون أخذوا الزلمة قذيفة، إيش الوضع إيش الأحوال هي؟ لا شك في أن القذائف أثرت في حلب بشكل واضح، ولكن أسواقها ما زالت تعيش ازدحاما نسبيا رغم كل الضرر الذي لحق بها، وإن كان يصعب إحصاء حجمه لتفاوته بين منطقة وثانية، هي معركة أخرى بحثا عن لقمة العيش حتى لو حاول المسلحون خلالها الضغط على أهل المدينة لاستنزافهم في أهم ما يحتاجونه. أسواق حلب تشهد ازدحاما لا يعكس حال المدينة خلال سقوط القذائف عليها، ازدحام يعكس رغبة أهل حلب باستكمال حياتهم مهما ساءت الظروف ومهما حاول المسلحون إيقافها للضغط عليهم وربما لمحاولة إفراغ المدينة، وهذا ما لم يحصل. طارق علي، حلب، الميادين. في العراق، نقل مراسلنا عن مصدر أمني أن القوات العراقية تتقدم باتجاه منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن بعد استعادتها القرية غرب الرطبة. مراسلنا كان قد أكد تحرير القوات العراقية مدينة الرطبة غرب الأنبار بنحو كامل. وأفادت مصادر عراقية بأن القوات المشتركة حررت منطقة الحارة لتحكم السيطرة على المدينة. تطورات ميدانية متسارعة تشهدها محاور القتال في محافظة الأنبار، محور الغرب وتحديدا عند الرطبة، حيث وصلت العمليات إلى خواتيمها بعد دخول القوات المشتركة إلى المدينة وتعمل على معالجة ما تبقى من أهداف على أمل الاندفاع صوب القائم المعقل الأخير لداعش عند الحدود العراقية السورية، فيما تستعد قطعات أخرى لتأمين الطريق الدولي باتجاه منفذ طريبيل مع الأردن. يعني المشهد بشكله العام نجد أن داعش عشان بهذه الفترة هو خاسرا، لأنه اليوم يذهب باتجاه الانتحاريين والإنغماسيين حتى يكون في الواجهة فقط، لا يريد أن يأخذ الجغرافيا مرة أخرى. معركة أخرى في الأنبار تحمل أهمية استراتيجية متعددة الأبعاد، تستعد القوات المشتركة للشروع بها لأجل تحرير قضاء الفلوجة، معركة حشدت لها قوى الأمن العراقي والحشد الشعبي والفصائل الأخرى على الجبهات الشرقية والجنوبية والشمالية للقضاء. الحسم فيها يعني تأمين العاصمة بغداد من جهة والقضاء على مركز التنظيم الفكري من جهة أخرى. في الواقع هي خاصرة بغداد وهي تهدد العاصمة ليس الآن فقط، وإنما منذ تواجد العصابات الإرهابية حتى في أيام تواجد العصابات القاعدة كانت الفلوجة تمثل خطرا كبيرا لوجود حواضن لهذه العصابات في هذه المدينة ولقربها من بغداد أيضا. وبحسب تأكيدات المتخصصين في الشأن الأمني، فأن تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الأنبار قد يدخل مرحلة العد العكسي إذا ما تم تجنيب المحافظة صراع الإرادات داخليا وخارجيا.
التطويق والتقدم تمهيدا لتحرير المدن المحتلة من داعش والأسلوب العسكري المتبع من قبل قوات الأمن العراقي والحشد العشائري في المعارك الجارية في محور أقصى الغرب الأنباري وشرقه، عمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف كما يقول قادة الميدان. محمد الفهد، بغداد، الميادين. رأى أمين هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن هزيمة داعش في سوريا والعراق باتت حتمية وأن تقدم التنظيم في البلدين توقف تماما. رضائي أكد تصميم بلاده على دفن التكفيريين في سوريا والعراق وإنقاذ العالم الإسلامي من شرهم كما قال، واعتبر أن السعودية ترتكب خطأ كبيرا بوقوفها في مواجهة إيران وافتعالها المشاكل وأنها لن تحقق أهدافها في سوريا والعراق. أعلنت السلطات الروسية إحباط الأجهزة الأمنية الروسية والكازاخستانية هجمات إرهابية كان مخططا لتنفيذها في مدن روسية وفق سيناريو هجمات باريس. رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوضح أن المسلحين كانوا يعتزمون الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى صفوف داعش بعد تنفيذ الهجمات الإرهابية المخطط لها. رجال دين وسياسيون وإعلاميون من بلدان عدة اجتمعوا في عاصمة تتارستان لوضع أرضية للتصدي لدعاية داعش في الفضاء الإعلامي. المشاركون في المنتدى وضعوا أدوات يؤمل أن تنجح في فضح داعش وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام السمح. سلام العبيدي من قازان. ليس من قبيل الصدفة أن تحتضن قازان منتدى الإعلام الإلكتروني وكيفية التصدي لداعش في الفضاء الإعلامي. عاصمة جمهورية تترستان ذاتية الحكم ضمن الاتحاد الروسي غدت مثالا للتعايش السلمي بين الأعراق والمذاهب والأديان في الفضاء السوفيتي السابق. المنتدى الإعلامي الذي انعقد على هامش قمة قازان الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي أصبح موئلا لأفكار رجال الدين والدولة والإعلام من بلدان عدة حول كيفية التصدي لدعاية العنف والإرهاب وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام السمح. لدى الإرهابيين أرضية إيديولوجية يقفون عليها، لكن صمتنا على سلوكياتهم يقود أحيانا إلى الاعتقاد بأن أفعالهم لا تعارض تعاليم الإسلام، لذا لابد أن نكون أكثر نشاطا في فضح جرائمهم والتصدي لمحاولاتهم الإساءة إلى الدين. موقف رجال الدين لا يكون كافيا إن لم يدعم من قبل الدولة باعتبار أنها تملك من أدوات الردع ما لا يملكه المجتمع. يجب أن يكون هناك تعاون فعال على مختلف الأصعدة الإعلامية والفكرية والعسكرية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد منطقتنا والعالم كله أيضا. يرى المشاركون في المنتدى أن الإعلام المسؤول ملزم بتأدية دور أساسي في مواجهة دعاية التوحش بشن حرب إعلامية معاكسة عليه، وفي الوقت نفسه بالترويج للتسامح والتعايش بين الجميع. نقترح شن حرب إعلامية شعواء ضد إرهاب داعش على غرار الحرب ضد إيديولوجيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية، وهذا يتطلب تشكيل جبهة دولية عريضة في الفضاء الإعلامي على أقل تقدير، لكن للأسف يلاحظ خمول كبير في كثير من الدول. انطلاقا من مبدأ أن يدا واحدة لا تصفق، دعا رجال الدين والدولة والإعلام إلى حشد الجهود في مواجهة إيديولوجيا التوحش والتطرف والإرهاب. التصدي لداعش في الفضاء الإعلامي لا يكون ناجحا إن لم يعتمد على تنسيق وثيق بين الدولة ورجال الدين ووسائل الإعلام. هذا ما توصل إليه منتدى قازان الإعلامي. سلام العبيدي، قازان، الميادين. يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءاته المنفردة مع طرفي المشاورات اليمنية في الكويت. مصدر في وفد صنعاء أفاد بأن الوفد قدم لولد الشيخ أحمد في لقاء سابق رؤيته للحلول والمقترحات المؤسسة لمرحلة انتقالية. وأضاف المصدر أن رؤية وفد صنعاء تعتمد على التوافق مدخلا لبدء الحل وعلى التعاطي بإيجابية مع كل الحلول، ووفق المصدر فقد نوقشت خلال الجلسة تصورات تشكيل اللجان العسكرية والأمنية والحكومة الانتقالية.
وفي الشق الميداني في اليمن استشهد شخص وأصيب آخرون في غارات التحالف السعودي على منطقة ولد مسعود بسحار في صعدة شمال اليمن، كما غارت طائرات التحالف على الجوف شمال شرق البلاد. إلى هذا صد الجيش ولجان الشعبية محاولة تقدم لقوات الرئيس عبد رب منصور هادي إلى منطقة العقيدة والحمراء بالوازعية في تعز. وفي نهم شمال صنعاء قصفت قوات هادي مواقع الجيش بالمدفعية. أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق قرب حاجز عسكري في الخليل جنوب الضفة الغربية. القيق أطلق بعدما خاض إضرابا عن الطعام استمر 3 أشهر تهددت حياته بالموت. السلطات الإسرائيلية أسرت القيق في مداهمات برام الله في تشرين 2 نوفمبر الماضي. معي الآن مباشرة من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر لحام. ناصر، نتحدث عن الإفراج عن القيق، قضية وطنية كما تعرف وأخذت أبعاد شعبية أيضا في فلسطين. قبل ذلك أريد أن نتعرف عن الآلية القانونية التي تم من خلالها الإفراج عن الأسير القيق. نعم، في البداية كمال وصل الأسير محمد القيق إلى منزلي وعند أولاده في رام الله، وهذا طبعا الحمد لله جيد. من الصور تبدو صحته جيدة ولائقة، يعني لا خطر على حياته. معركة الأمعاء الخاوية، شجرة الصبر الطويل أثمرت وأنا قطافها. هذا يعتبره الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وانتصار للصبر، انتصار للنضال، انتصار للصمود، وانتصار للأسير. ثم قضية الاعتقال الإداري قضية يعني جرح ينزف عند الفلسطينيين بعد أن خاض إضراب مدته 94 يوما وكاد يموت فعلا. وافقت سلطات الاحتلال على عدم تجديد الاعتقال الإداري المقدر تقريبا ب6 أشهر، وبالتالي تم إطلاق سراحه اليوم. تحدثت قبل قليل مع الوزير عيسى كراكة، أكد لي أن هناك 750 أن هناك أكثر من 750 أسير فلسطيني إداري لا يزالون من دون محاكمة في سجون الاحتلال، ما يعني أن الملف مستمر. لكن محمد القيق تحول إلى رمز، تحول إلى رفع السقف من أجل النضال والصمود وتعزيز الصمود لدى جيل كامل جديد، والحمد لله كانت النتيجة غير مؤذية على الأقل يعني. طيب الوضع القانوني الآن للقيق ناصر؟ سألت، هو طليق تماما؟ هو طليق تماما. أنا سألت وتحدثنا مع الأستاذ جواد بولس، كان له تصريحات أيضا في هذا المجال. هو الآن يعني حر، وبالتالي طالما لم يصدر أي أمر عسكري، وأقول أمر عسكري لأنه لم يقدم لمحاكمة ولم يقدم للائحة اتهام، فهو الآن حر بين أولادي، وإن شاء الله لا يتم تجديد الاعتقال الإداري له. طيب أشكرك جزيل الشكر ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن مؤتمرا دوليا للسلام في الشرق الأوسط سيعقد في باريس في 3 يونيو/حزيران لإعادة إطلاق محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أعلن الوزير الفرنسي جاء على هامش اجتماع لحلف الشمال الأطلسي في بروكسل، وبعد لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي أكد مشاركته في المؤتمر أيضا. تدور مفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان بشأن انضمام الأخير إلى الائتلاف الحكومي. الوزير المكلف من قبل نتنياهو ياريف ليفين قال قبل قليل أن فجوات يجري بحثها لتقريب وجهات النظر. هذا ويتوقع أن تسند وزارة الأمن إلى ليبرمان مكان الوزير مشي علون. تقرير منال إسماعيل. هكذا تبدلت الصورة السياسية في يوم دراماتيكي واحد، فمنّ على إمكانية الاتفاق مع رئيس المعسكر الصهيوني إسحاق هيرتسوغ استيقظ على الاتفاق مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان. بهذه العبارات وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الاتفاق المتبلور مع ليبرمان للانضمام إلى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. الاتفاق المتبلور بين نتنياهو وليبرمان، والذي قضى على نحو رئيسي بتسلم الأخير حقيبة الأمن بدلا من موشي يعلون، أثار ضجة كبيرة في إسرائيل بين مرحب ومعارض.
الجهات اليمينية كانت أكثر المرحبين، وعلى رأسها حزب البيت اليهودي الذي رأى أنه مع دخول ليبرمان ستكون الحكومة الإسرائيلية هذه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. في الضفة المقابلة تتسع مروحة المعارضين للاتفاق لتشمل جهات سياسية وأخرى من داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، فضلا عن المحللين. هيرتسوغ كان أكثر الخائبين وفضل توجيه سهامه نحو حزب العمل. حزب العمل سيناضل بلا هوادة من أجل إسقاط حكومة الجنون الآخذة في التبلور. مصادر مقربة من المؤسسة الأمنية قالت إن الذهول والصدمة أصابا الجيش الإسرائيلي من غرس السكين في ظهر يعلن، وهم لا يعرفون كيف يهضمون تعيين ليبرمان في هذا المنصب. تعيين ليبرمان في منصب وزير الأمن هو فوضى أمنية وعدم مسؤولية. ليس هناك إسرائيليون سواء كان عسكريا أو لا يعتقد أن ليبرمان مناسب أكثر لإدارة الشؤون الأمنية في إسرائيل أكثر من يعلن. تعليقات المحللين على الاتفاق المتبلور لم تكن أقل قسوة من المواقف السياسية، حيث رأى فريق منهم أن نتنياهو يعرض أمن إسرائيل للخطر باستبداله وزير أمن محترفا وابن المؤسسة العسكرية بليبرمان السياسي الانتهازي وعديم التجربة. التخوف من تعيين ليبرمان وزيرا للأمن لم يقتصر على السياسيين والإعلاميين والأمنيين، بل انسحب أيضا على الجمهور الإسرائيلي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 50% منهم يفضلون موشي يعلون وزيرا للأمن مقابل 29% فقط لأفيغدور ليبرمان. حول هذا الموضوع معي الآن من الناصرة الخبير بالشؤون الإسرائيلية سيد أليف صباغ. أستاذ أليف، بداية أريد أن أتحدث عن جدية نتنياهو في هذه المفاوضات، لأن هذا الموضوع تم التشكيك فيه. يعني نتنياهو جدي وغير جدي في آن معا، يعني هكذا عمل مع بوجي علون، وهكذا عمل مع بوجي هيرتسوغ، وهكذا مع ليبرمان، وهكذا مع وزراء سابقين. يعني كل من تحالف مع بيبي نتنياهو خرج خاسرا، وبالتالي لا أحد يثق ببيبي نتنياهو، بما في ذلك يعني الطرف العربي، الطرف الفلسطيني. كل من تفاوض مع بيبي نتنياهو لم يخرج رابحا من هذه المفاوضات، لأن بيبي يرفض أن يسجل على الورق أي بروتوكول للتفاوض، وبالتالي كل ما يقدم كلام شفهي، ويمكن أن يتراجع عن كل ما يقدم في اللحظة الأخيرة. وهذا ما حدث مع هيرتسوغ، ومن المتوقع ولو بنسبة قليلة جدا أن يحدث مع ليبرمان أيضا. يعني المسألة غير محسومة أستاذ أليف. ليبرمان منذ أكثر من أسبوع. نستنتج أن المسألة غير محسومة. أعتقد أنه بالغالبية ليبرمان راح يكون في داخل الحكومة. لا أقول بالغالب راح يكون داخل الحكومة ليبرمان، لأنه هناك ضغوط من داخل اليمين، من داخل حزب الليكود، أن يأخذ ليبرمان إلى الحكومة. وهناك ضغوط ليس من أجل ليبرمان بقدر ما هي ضد يعلون. يعني هناك قوة داخل الليكود تقف ضد يعلون منذ أن صرح وأيد نائب رئيس الأركان، ومنذ أن تحدث عن الشاب، عن الجندي الذي أطلق النار على الشهيد الفلسطيني وهو لا يشكل خطر عليه. هناك قوى غالبية داخل حزب الليكود تريد التخلص من يعلون، وبالتالي تريد بديلا عنه ليبرمان. طيب أستاذ أليف، لابد أن وجود ليبرمان على رأس وزارة الأمن كما يقال سيكون له تأثيراته. أولا نريد أن نسأل عن تأثير استلام هذه الحقيبة على وضع الحكومة الإسرائيلية داخليا. المسألة الأخرى تأثيرها على وضع الفلسطينيين، سواء كان فلسطينيون في 48 أو حتى ضمن حدود 67 الفلسطينيين في الضفة والقطاع. نعم، ليبرمان داخل الحكومة بصفة وزير الجيش أو وزير الأمن ستكون الحكومة أكثر عنفا وأكثر استعدادا لإطلاق يد الجيش أو أمر الجيش بالقيام بعمليات عسكرية، وخاصة في قطاع غزة. أنا أعتقد أن تهديدات ليبرمان منذ أشهر أنه سيصفي قيادة فلسطينية في قطاع غزة إن لم تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين هناك يمكن أن يقوم بها ليبرمان. الأمر يحتاج فقط إلى قرار سياسي. دائما الطائرات مستعدة ودائما المخابرات قادرة. الأمر يحتاج إلى قرار سياسي من وزير الأمن ورئيس الحكومة، وهذا ممكن أن يحصل.
التأثير الآخر على المجتمع الإسرائيلي، سيكون المجتمع الإسرائيلي سيتجه أو سيحتد النقاش بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين، سيزداد الخوف من فقدان الديمقراطية اليهودية في إسرائيل، ليس فقط الديمقراطية، أعني الخوف على الديمقراطية في داخل المجتمع اليهودي، يعني العنصرية تجاه المجتمع العربي أصبحت أمر عادي، ولكن أن تتحول هذه هذا القمع وهذه يعني تقليص الحريات في داخل المجتمع اليهودي، هذا أمر مقلق ومخيف، مخيف لقيادات في الجيش، مخيف لقيادات في الحياة الثقافية وقيادات سياسية وإلى آخره. وبالتالي يعني أنا أتوقع أن الخارطة السياسية في إسرائيل في القريب، لا أريد أن أقول في القريب العاجل، ستشهد تغييرا على قاعدة من هو ديمقراطي أو من يريد المحافظة على الديمقراطية وضد العنصرية وبالتالي هو ضد الاحتلال، وما بين القوى الحاكمة في الوقت الحاضر اليمينية واليمينية المتطرفة التي لا تقبل الديمقراطية، تقمع كل من يعارض سياستها وأيديولوجيتها. أشكرك جزيل الشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية أليف صباغ، كنت معنا مباشرة من الناصرة. ما زالت قضية عزل حزب الله عن الولوج إلى المؤسسات المالية والمصرفية تلقي بظلالها على الأوساط الاقتصادية والسياسية في لبنان، وإن كانت جلسات للتفاوض جمعت قيادة القطاع المصرفي مع برلمانيين من الحزب قد خففت من حدة التوتر، إلا أن الأجواء لا تزال تنبئ بتعقيدات كبيرة. تقرير لحسن يوسف. لم تكن مفاجئة قرارات السلطات المالية في واشنطن حين سنت قانونا تحظر بموجبه أي تعامل مالي أو مصرفي مع حزب الله، لكن المفاجئ هو ما ذهبت إليه قيادة القطاع المالي في لبنان من قرارات وتفسيرات حجبت بموجبه حسابات لأشخاص ومؤسسات قد لا تكون أسماؤهم واردة في لائحة الحظر الأمريكي أو ما تسمى SDN List. عمليا ذهب التعميم 137 الصادر عن حاكم مصرف لبنان المركزي إلى ربط حزب الله بالإرهاب، وإن بطريقة غير مباشرة، حين بني على مواد قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44، ولا سيما البندان 3 و 4 من مادته الأولى التي تنص على مكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية. التعميم ردت عليه كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني بلهجة شديدة، فكان البيان التوضيحي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الذي خفف من حدة التوتر تلاه لقاء جمع برلمانيين من الحزب ورئيس جمعية مصارف لبنان وعددا من أعضائها. لا يستخفن أحد بتأثيراتها السلبية على الاستقرار الاجتماعي وبالتالي على الاستقرار بمفهومه الشامل، لأن الاستقرار ليس مفهوما جزئيا، ليس هناك استقرار مذهبي أو فئوي، الاستقرار هو استقرار في لبنان. فلذلك يعني استهداف شرائح واسعة اجتماعيا حتما يدفع باتجاه المزيد من التوتر والغضب الداخلي وبالتالي ربما التطرف وما إلى هنالك. ويبدو أن مصرف لبنان المركزي الحريص على الاستقرار النقدي والمدرك لمخاطر التمادي في تفسير القانون الأمريكي وتطبيقه يسعى حاليا لتهدئة الأمور وصولا إلى حل يحمي المصارف اللبنانية من العقوبات الأمريكية ويجنب البلاد خضة نقدية ومزيدا من التأزم السياسي. تركت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان صداها لدى الحكومة اللبنانية التي أعلنت رفضا قاطعا لتوطين أو تجنيس اللاجئين، في الوقت الذي وصف فيه وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن الأمر سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في لبنان. تقرير عباس صباغ. هاجس توطين اللاجئين السوريين في لبنان يؤرق القوى السياسية بعد الإعلان الصريح من الأمين العام للمتحدة بان كي مون عن ضرورة تجنيسهم. الحكومة اللبنانية رفضت وبشكل قاطع فرض التوطين على لبنان وكذلك منح الجنسية للاجئين. بيروت شكلت خلية أزمة لمتابعة تداعيات التصريح الأممي،
وأبقت على الاجتماعات مفتوحة، فيما رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن هناك مخططا لتهجير الشعب السوري وإفراغ المنطقة من شعوبها وتنوعها وتركها ساحة للإرهابيين، ما يحقق بعض أهداف إسرائيل. عضو خلية الأزمة وزير الشؤون الاجتماعية أكد للميادين رفض لبنان التوطين، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته بسبب إطالته أمد الحرب في سوريا. وإذا من شأنه أن يفجر الوضع في لبنان، نحن لن نقدم بلادنا قربانا لأحلام وأوهام موجودة في ذهن البعض في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يجب أن يدفع ثمن تقاعسه عن حل الأزمة السورية، إنه هو الذي أوصلنا إلى هذا. رفض التوطين ينسحب على مختلف القوى السياسية، ولا سيما أن الدستور اللبناني أكد في مقدمته على رفضه بسبب التركيبة السياسية والطائفية الخاصة التي تحكم البلاد. المبدأ أمر مرفوض من اللبنانيين، كل اللبنانيين، ولا أعتقد أن أحد يستطيع أن يفرض على لبنان مثل هذه الإرادة، لأنه هذا الموضوع موضوع سيادي بامتياز، موضوع قرار وطني، موضوع إرادي وطني. بيروت التي تستضيف أكثر من مليون نازح سوري يؤرقها عدم تطرق أي مسؤول غربي زارها مؤخرا، كالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، للحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واكتفوا بالحديث عن مساعدات مالية ضئيلة للبنان مقابل استضافته الهاربين من الحرب السورية. وفي ظل هذه الأزمة تطل العقوبات الأمريكية على حزب الله، والتي تطاول شرائح واسعة من اللبنانيين، ما يفتح الأبواب على تساؤلات عن مقايضات محتملة بين الملفين. رفض لبناني واسع لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، واستغراب لحديث الأمين العام للأمم المتحدة عن تجنيس هؤلاء في بلد تحكمه التوازنات السياسية الدقيقة. عباس صباغ، بيروت، الميادين. أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن القوات الخاصة تمكنت من القضاء على سيف الدين الجمالي المكنى بأبي القعقاع، أحد أخطر القيادات الإرهابية، في عملية أمنية بجبل مغيلة بين القصرين وسيدي بوزيد. أوضحت الوزارة أنه تم حجز أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية خلال العملية. نقلت صحيفة ليموند الفرنسية عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أنه لم يعد هناك مبرر للإسلام السياسي في تونس. يأتي ذلك فيما تعقد حركة النهضة مؤتمرها العاشر وسط مطالبات بضرورة تحديد الحركة لعلاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وبضرورة تحديد شكل الحزب، سياسي مدني أم ديني. تقرير بلال مبروك. الله أكبر. إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي يعود تأسيس الجماعات الإسلامية في تونس. من رسائل حسن البنا وكتابات سيد قطب، استلهم التيار الإسلامي في تونس طرحه السياسي ومشروعه المجتمعي. معطيات تدفع للتساؤل عن علاقة الحزب الإسلامي في تونس بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين. قيادات حركة النهضة تؤكد حصول مراجعات فكرية وعقائدية بقدر ما تؤكد أن الحركة تونسية المولد والتوجه. حزب حركة النهضة في تونس حزب تونسي وطني أصيل، وهو حزب ديمقراطي وحزب مدني يؤمن بمبادئ الدستور التونسي. كثر الحديث إذن عن ارتباط حركة النهضة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، تطابق في المواقف بين إسلامي مصر وتونس وتركيا حيال ملفات عديدة دفع بالمراقبين إلى الجزم بوجود تنسيق للمواقف بين مختلف التيارات الإخوانية في العالم، فيما ينتصر رأي آخر إلى فرضية التفاهم والتناغم في المشروع العام مع تفرد كل طيار بخصوصيته القطرية. هناك معطى مهم يعطيه تنظيم العالم للإخوان المسلمين لكل الحركات الإخوانية في بلدانها، وهو المعطى الخصوصية، أي أنها تلتقي في المشروع العام في الهدف العام وهو أسلمة المجتمع. حركة النهضة الآن تعد العدة لمؤتمرها الانتخابي العاشر تتويجا لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس. من جماعة إلى حركة إلى حزب سياسي مدني، هكذا تعرف حركة النهضة التونسية بمسارها طيلة 4 عقود من النشاط السياسي، فيما يطالبها مناهضوها بأن تقطع نهائيا مع الجناح الدعوي وأن تظهر كحزب سياسي فقط لا ديني التوجه والأدبيات. بلال مبروك،
تونس الميادين. أفادت مصادر ليبية بأن الخارجية المصرية طرحت مبادرة على الفرقاء الليبيين لمنح الثقة للحكومة من قبل البرلمان، وتتضمن المبادرة ضرورة اتفاق كافة الأطراف على دعم الجيش الليبي بقيادته الحالية ممثلة في الفريق خليفة حفتر، والدعوة إلى الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق. كما تؤكد القيادة المصرية الدور الذي يطلع به الجيش الليبي في محاربة الإرهاب. الخارجية المصرية أعطت مهلة للأطراف للموافقة على بنود المبادرة حتى تتمكن الحكومة الليبية التوافقية من ممارسة مهامها، وحتى يستكمل الجيش الوطني الليبي دوره في الحرب على الإرهاب. كما شددت على أهمية الدور الذي تلعبه القبائل الليبية في دعم الجيش ومحاربة الإرهاب. إلى هذا، قدم نواب الجنوب الليبي مبادرة تقضي بتعليق حقيبة الدفاع من قبل المجلس الرئاسي على أن يقدم المجلس مقترحا لمجلس النواب عن آلية عمل الوزارة خلال 60 يوما من تاريخ منح الثقة للحكومة. المبادرة التي سميت مبادرة الوئام تتضمن عودة النائبين علي القطراني وعمر الأسود المقاطعين لجلسات المجلس الرئاسي فور القبول بالاقتراح، إلى جانب نقاط أخرى تتعلق بتوسيع التشكيلة الوزارية وحقيبة الدفاع، وأن تلتزم رئاسة مجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة للمصادقة على التعديل الدستوري ومنح الثقة وأداء القسم القانوني أمام المجلس. يتوقع أن تصل أمينة علي إحدى الطالبات المختطفات على يد جماعة بوكو حرام إلى عاصمة نيجيريا أبوجا لمقابلة الرئيس محمد بهاري. المتحدث باسم الرئيس قال أن السلطات ستقدم كل الدعم لمساعدتها على التكيف مع المجتمع. تقرير دلول حديدان. نعم، إنها أمينة علي، واحدة من المخطوفات لدى جماعة بوكو حرام قبل نحو سنتين في شيبوك شمال شرق نيجيريا. الصغيرة التي لم تكمل عقدها الثاني تعود إلى بلدتها أمبلالا، وبين ذراعيها رضيع ومن ورائها رجل قال إنه زوجها. تعرف إليها والداها ولم تكشف لهما بعد بقية فصول الفجيعة، فالطفلة أخذت إلى القاعدة العسكرية في دامبوا. ليست كاملة فرحة العائلة ولا كبيرا أمل بقية عائلة المخطوفات. بوكو حرام ولد اختطافها مع بقية زميلاتها قالت إنها ستعرضهن للبيع، ويبدو أن أمينة سيقت كذلك سلعة زهيدة الثمن. بالقرب من مكان إيجادها في غابة سامبيسا في ولاية بورنو، وجدت 6 من زميلاتها مقتولات. حلم لقاء 218 الباقيات سينغص على تلك الأمهات كل ملذات عيش إن بقي منها شيء منذ غبن عن أحضانهن. يمكنك أن تتخيل منذ عملية الاختطاف، كل يوم ونحن نتنقل بين أبوجا وبورنو نحن هنا بسبب الأمل في لقاء بناتنا، واليوم أزكي فينا من جديد بعد عودة إحداهن إلينا. انتظار بحسرة ووجع لا ترحم جراحه جماعة تغمد خنجر تطرفها في سكان البلاد، ولا تجد مانعا حتى من حرق الأطفال كما جرى في آخر هجوم لها في منطقة دالوري مطلع الجاري. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. العثور على حطام من الطائرة المصرية جنوب اليونان. مصر وفرنسا لا تستبعدان أي فرضية، وروسيا ترجح العمل الإرهابي. الجيش السوري وحلفائه يستعيدون عدة قرى في غوطة دمشق الشرقية. القوات العراقية تستعيد كامل قضاء الرطبة غرب الأنبار. مفاوضات مكثفة بين الليكود وإسرائيل بيتنا لضم ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية وتسليمه وزارة الأمن. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.